أشار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بقوله إلى أننا ندشن خيمة المعرض الشهر الكريم، وإنما ندشن عودة المؤسسة الاقتصادية اليمنية منطقة تعز لممارسة نشاطها من جديد، واصفا المؤسسة بأنها العملاقة التي كانت تنافس في السوق بدرجة كبيرة، ومتوقعا منها بأن تعمل على ضبط الأسعار من خلال منافسة حقيقية. جاء ذلك في افتتاح تدشين خيمة المعرض الشهر الكريم الأول التي تنفذه المؤسسة الاقتصادية اليمنية منطقة تعز ضمن عدد من المعارض التي تنفذها المؤسسة الاقتصادية اليمنية في عموم محافظات الجمهورية المحررة. ندشن اليوم لا نقول معرض لرمضان، ولكن ندشن عودة المؤسسة الاقتصادية اليمنية لممارسة نشاطها من جديد. هذه المؤسسة العملاقة التي كانت تنافس بالسوق بدرجة كبيرة جدا، نحن نستطيع نقول أننا في تعز حرصنا على أن نحافظ على كل ممتلكات المؤسسة، والآن هناك لدينا إدارة للمؤسسة فاعلة بدأت تتحرك بالميدان بشكل قوي جدا. نتوقع إلى أن المؤسسة تعمل على ضبط الأسعار وضبط المنتجات بطريقة غير مباشرة من خلال منافسة حقيقية تستطيع من خلالها أن ترفد السوق بالمواد المطلوبة، وسيكون هناك توسع يعني في نشاطات المؤسسة يمتد إلى مختلف المجالات. نحن بدورنا سوف نعتمد على المؤسسة بدرجة كبيرة جدا باعتبارها الذراع الأيمن بالنسبة لنا لتنفيذ مجمل المهام، فهي مؤسسة بنيناها وعولنا عليها الكثير، واليوم تعود بقوة، وإن شاء الله يعني سنرى أمور كثيرة جدا متميزة على طريقها. أولا نيابة عن الأخ المدير العام العميد سامي صالح السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية، أشكر الأخ محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل عبد الشمسان على حضوره وتدشينه لهذا المهرجان الرمضاني وبهذا الألق وهذا الحشد الجماهيري الكبير، وأتمني أن يلاقي أصداء كبيرة من ناحية المواطن ويلاقي الأسعار المناسبة التي سبق وإن طرحناها. طبعا هذا المهرجان الرمضاني أقمنا مع الشراكة مع القطاع الخاص في حدود 31 شركة محلية، وعقدنا 16 اتفاقية معهم لتخفيض منتجاتهم بنسبة 20 إلى 30%. أما بالنسبة لما تقدمه المؤسسة فقد قدمت المواد الأساسية واحتياجات رمضان بأسعار مخفضة، وأهم شيء أنا أعتقد أنه لكبح جماح السوق زادت المؤسسة الاقتصادية رصيد السلع من المعروض، وهو ما سيؤدي إلى استقرار السوق والتوازن الاقتصادي فيها. نتمنى أن يحقق المعرض هدفه من حيث استقرار أسعار السلع خلال الفترة القادمة هذه خلال فترة العرض بعيد عن تذبذبات العملة، أن الشراكة مع القطاع الخاص وتوقع 16 محل بأن يقوم بالبيع بتخفيض 20 إلى 30%. هذا بيساعد المواطن كمؤسسة وكقطاع خاص في تخفيف الأعباء الاقتصادية عليه. الثالث شيء، سيجد المواطن خلال هذا العرض جميع احتياجاته من رمضان تحت سقف واحد. المعرض الشهر الرمضاني كان يعتبر هو باكورة انطلاق للمؤسسة الاقتصادية، وهو قد تم بموجب توجيهات من القيادة السياسية متمثلة بالدكتور رشاد العليمي، وكذلك أوامر الأخ المدير العام العميد سامي السعيدي، وتحت إشراف مدير منطقة تعز العقيد منصور عواض السروري. هو يعتبر باكورة إنجاز المؤسسة، وسوف يتم افتتاح مراكز بيع مباشرة لخمس مواد أساسية بعد هذا المعرض، وهذا يعتبر بادرة خير للمواطن المحاصر والمنكوب منذ بداية الحرب. كان تدفق غير عادي من المواطنين عقب تدشين الخيمة الرمضانية الأولى، والناس مستبشرين وفرحين بالافتتاح وتوفير جميع احتياجات الشهر الكريم، ففي كل ركن من المعرض وجد المواطن مبتغاه وبسعر أقل من السوق. حقيقة هذا بمناسبة سارة للمواطنين، وهذا الذي يبحث عنه المواطن مع قدوم شهر رمضان الذي يذوق الويلات خلال فترة الحرب. حقيقة لمسنا أسعار مخفضة في هذا المعرض، وهذا ما نبحث عنه، فلهم الشكر القائم على هذا ومن أشار بهذا. المؤسسة الاقتصادية اليمنية منطقة تعز وعدت ووعدت بالوعد
خيمة معرض الشهر الكريم فيه كل الاحتياجات تناسب المواطن البسيط. وعدت المؤسسة الاقتصادية اليمنية منطقة تعز ووقفت البعض، وكان الناس بلهفة وجدوا من أجل أن يشتروا مقتضيات الشهر رمضان الكريم بأقل الأسعار. نعيم خالد، قناة عدن فضائية.